شاركت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة سهى جنزي عبر فيديو كونفرنس في اجتماع لأكثر من 150 من العمال المصريين بالسعودية بالقنصلية بالرياض. يأتي هذا ضمن جولتها الخارجية لحث وتشجيع المصريين بالخارج على المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة في إطار مبادرة شارك بصوتك، بالإضافة إلى استعراض الفرص الاستثمارية في مصر ودعوة المستثمرين المصريين بالخارج للاستفادة منها.